أسفي على دمعي على وجعي على اللي ضاع من العمر، أسفي على روحي على جروحي على جمر بيكوي الصدر. جيب لي صبر لما الضنا ماله قليل، جيب لي صبر لما الضمير يصبح غريب، لما تجي تحضن حبيب ويطعنك طعنة غدر. آه ضيع العمر. مريت ومشيت بأماكن بعرفها، حسيت غربي لا ما فيه وصفة، نفس العيون بس وين نظرات الدفا، نفس العيون بس وين نظرات الدفا، وين الوفا شو يلي صاير بالخفا. جبلي صبر يا زمن جبلي صبر. دوري يا دنيا بس أنا ببقى أنا رضا عن حب الخير وما عندي أنا، دوري يا دنيا بس أنا ببقى أنا رضا عن حب الخير وما عندي أنا، عز وفقر ولازل مجبول بغنى ظلم وقهر، بس هالظهر ما بينحنى. جبلي صبر يا زمن جبلي صبر. استنى غير رضاك. تذكري حفيدتك الحلوة يارا، صارت صبية
بتدرس طب؟ كان كنت تصير دكتورة. بس أنا خايف العالم ما تصدقني إني بريء. بصير ينادولا إنه هاي الدكتورة بنته اللي كان بالحبس. ابن حبوس. أنا بحاجتك. بحاجة حبك. رح أجيك استنيني. رح أجي لعندك. الدكاترة قالوا لي إنه مرضي ما في له عمل. جايك. جايك. ليه مبعرس على الخيار؟ ناوليني يا ناوليني. صباح الخير. صباح النور والحبا والمنتور. أهلين دكتورة. والله الدكتورة هاليومين محاطة على براسة يا رؤوف. لا لا. ايه والله يا ماما انا راسي صاير كثير عم يجعني، انا لازم اشوف دكتور. اعطيني خبزه بقول. تفضل. صباح الخير. صباح النور بابا. كيف قمري؟ اشتاق لك. اسمع شو بدي اقول لك. اليوم المساء بتروحي لعند اخوكي سامر وبتستلمي سيارتك. عن جد؟ بلا. بابا انت عم تحكي عن جد ولا عم تمزح؟ والله عم بحكي عن جد. قول والله. عم قول والله. لك الله يخليني وياك يا احلى اب بالدنيا، ها هذا خبر حلو. سواقة هادية وعلى مهلي. تمام. ومشوار العشر دقائق بيصير بنص ساعة. تمام. وأن تصل متأخرا خيرا من أن لا تصل. برافو. ممتاز هذا الحكي. بس ملاحظتين. إيش كان غلطتهم فيهم بزعل كثير. أوعك تتجاوز الإشارة. حاضر. والملاحظة الثانية أوعك تمشي بسرعة. حاضر. ساعتها كثير بدي إزعل وبتحمل ضرب طريق، تروح لعند أخوك بتحط له مفتاح السيارة وبترجع على البيت لأنه ما بيعود في السيارة. أنا زعلان. لك الله يخلي لي اياك يا رب وما يحرمني منك. تهريها بالهنا. تسلم لي يا احلى اب. الحمد لله. اللهم هدم عنها من زوارها يا رب العالمين. ما اكل شيء محرز رؤوف؟ ما لي نفس، ليش بتخلوا الواحد ياكل بنفس من كتر نقكم وسقكم ومشاكلكم؟ انا نايم. السلام عليكم. مع السلامه يا بابا. واضح انه ما في اب لي. اسمعي انت وياها، اليوم بس تخلصوا دوامكم بالجامعه بتروحوا على المعرض لعند اخوكم وبتجيبوها للسياره. يا رأ افندي المسؤوليه عندك انت، بتراقبي لي اختك هي وسواقتها، مفهوم؟ قولي على هالنسوه بدي مر اخذ كتابي من عند رفيقتي قبل المحاضره. لا خليكي، لسه ما اكلتي شي ماما. ماما رفيقتي بيتها كثير بعيد، دوبني لحق. يلا دايما. هاتي مدام نهال احكي شو في عندك، طلعي كل شيء بقلبك. ما ضل بالميدان غير حديدان، شو تصير اليوم؟ سدي لحالك سدي، ماني رايقت لك بنوب. كلي. احمد. سلام. والله خوفتيني، شفت صباح الخير. خالك طلع من بكير وراح على قبر امي وقرا الفاتحه، بس من وقت ما رجع هو حبس حاله بغرفته. اسمعني منيح، بدي اقول لك على شغله ما بدي اياها يسمع. ماما اذا بتريدي اجلي لي كل شيء لارجع، ساعه وما بتاخر، ليه؟ ما بيمشي الحال. اتصل فيها لاقي طريقه تخليها ما تيجي لهون. طيب حاضر، هلا بحاكيها بقول لها انه ما في حدا بالبيت، منيح؟ وبتفهمها وبتقول لها ابوكي طلع من السجن، حبت تيجي تزوره اهلا وسهلا. اما اذا بدها تطلع مثل امها قليله اصل بلا ما تزيد عليه، لا تجي لانه مو ناقصه. امرك يا ام احمد. يلا احكي معه. تكرم عيونك يا ام احمد. ها ليك اجت، لحق خذها قبل ما يحس خالك. يلا احمد انا بفتح شو رايك؟ مشان الله اخي بلا هالهزه البدن. بالعكس يا امل هيك احسن. عم بقول لك كرمالي بس هالمره. طيب طيب افتح. ايش ساعة صار من ساعة واقفة على الباب؟ تعي تعي بدي اياكي بدي اياكي تصبحي لعندي.
كيفك عمتي قليل؟ وين القهوة؟ يعني قهوة خلص بدي اياكي ضربي عملي. ماشي عمي برجع بشوفك المساء. ايه الله معك. مع السلامة. احمد وينك؟ ليش رحت؟ ليش ما استنيتني؟ والله انا اسف حبيبتي، طلعت بسرعه بس كنت مستعجل. هلا هيك هذا اللي طلع معك؟ بعدين شوفي ليش العجله؟ مين معك حبيبتي؟ شو صار لك؟ خلص بعدين بحكي لك. معي يارا. طيب شو عليه يا استاذ احمد؟ بس على فكره هي التخبايه والحركات اللي من تحت لتحت انت ويارا ما حلوه، حتى لو كانت بنت خالك عيب. لك ريام شبك، شو عم تحكي انت؟ مجنونه؟ ديري بالك على حكيك. ها رح أدير بالي على حكي هذا إذا رجعت حكيت معك مرة تانية. نعم جنت هاي. كان عندي أمل أول ما طلعت من الحبس أنه حدا يوقف معي، وقلت ما في غير رؤوف. بس بعد اللي عرفته لا، ما عاد بدي حدا. أنا بدي أوصل لكل شيء لحالي. معلش يا أخي ارتاح لك شوي، أنت مبارح طلعت. ولو أنا ما راح أرتاح لحتى أثبت براءتي، حتى أقدر أحط عيوني بعيون الناس، لحتى كل اللي صدقني وخاصة بنتي. بنتك رح تصدقك غصبا عنها، أنت أبوها. ولو لازم تتعرف على أبوها وهو نظيف، يرفع رأسها، تقدر تشوف حالها فيه. رؤوف كيف هيك وصل للغنى الفاحش؟ رؤوف صار واحد تاني غير اللي بتعرفه. صار عنده شركات، مطاعم، سيارات. بدي احكي مع نضال. تكرم عينك رح اتصل لك فيه. صباح الخير استاذ سامي. شو صار معك؟ والله يا سامي بيك ما مشي الحال، هاي الموظفه ميبسي راسها. لساتها ميبسي راسها؟ ايه. لا هيك كثير. انا خايف يضيق خلقي، ساعتها بدي خليها تركض وراي وتبكي. ها؟ سامر بيك هدول الموظفين بدهم مسايسه، هلا نحن بدنا العنب ولا بدنا نقاتل الناطور؟ ايه بدي ادعس راسه للناطور. الله وكيلك، بس يصيروا الوراق عندي. لا افعس لها الحشره، فعس. علي حجيب. السلام عليكم. وعليكم السلام. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. واصلي. لا تفضل. ما قلت لي
منو هاد اللي بدك تفعس وتدعوس ودعوس يا بطل زمانك؟ حجي انا اسمحوا لي امشي؟ تخليك. ما قلت لي منو هاد اللي بدك تدعوسه؟ شو هاد سامر بيك؟ شو هاد؟ شو في حجي؟ ما في شيء، بس واحدة اسمها زنبقت الشام، ايوه قال بدها تروق. شلون يعني بدها تروق؟ هي هي اللي كنت عم قله لنوار انه بدي امعسها. ايوه اقتنعت، لانه ابوك ريالته شاطه. ماشي زنبيره، تاخرت عليك مو؟ على فكرة سؤال كثير ضايق وما بيسألوا غير اللي عن جد عرفانين حالهم متأخرين. طيب شو عمل لك؟ قلت لك استنيني جوا ما بدك، قلت لك استنيني بشي كافيه ما بدك، عندي شغل. جبتني على ملا وشي، ممكن أعرف شو في؟ طولي بالك، هلا على فنجان قهوة بحكي لك كل شيء، جاهزة؟ ماشي. تفضلي. ما أغلظك. رسولي إيه؟ هي القصة صار لها 20 سنة. في عالم ماتت وفي ناس لساتها عايشة، شو بدك تنبش أنت؟ حماك. هلا الناس بتموت وبتعيش. بس الحقيقة ما بتموت. أنا ما قدرت نضال أوصل للحقيقة لأنه كنت جوا، بس هلأ طلعت وقادر أوصل. طيب كمال أنا معك، أنت بشو عم تفكر؟ بدي أنبش القضية من الشوشة، شو رأيك؟ شو يعني؟ بدك تطلب إعادة التحقيق؟ إيه يا ريت أقدر. هلأ بالنسبة للقضاء خلاص أنا المذنب الوحيد. لكن بشو عم تفكر؟ أول شيء لازم نجيب ملف القضية، أنت فيك تساعدني؟ ولو أنا اللي بساعدك، بس قلي كيف. في عصام، هذا اللي حقق معي من زمان، صاحبه لرفيقك المحامي سمير. شو ذكرك فيهم هدول؟ هدول اللي ممكن يساعدوني، هدول اللي ممكن فعلا يسلموني راس الخيط. بابا؟ بابا رجع من السفر بعد كل هالسنين؟ هو ليش معذب حاله؟ يعني والله ما له حق. لك يا أنا وياك أول مرة عم نحكي بهذا الموضوع. أنت بتعرفي إنه أنا مو بس ابن عمتك، أنا أخوك ورفيقك، صح؟ أحمد بلا مقدمات. بتعرفي إنك تشبهي لأبوك كثير؟ كان يحس حالي عم بحكي معه. أنت بتعرف لو كنت عرفانة إنه أنت وعمتك قاعدين عم تقرطفوني كل مالك، أنت وفرت عليكم كل هذا التعب. يا هبل، نحن ما عم نقرطفك، نحن بدنا نفهمك الحقيقة بس. خلص أحمد، سكر على الموضوع، لأنه ما في أي سبب بالدنيا بيخليه ينسى بنته اللي عم تتربى عن جوز أمه. أنا عرفان إنك تنحو راسك يابس. أول شي بلالة هالحكي الفاضي، تاني شي حضرته بعتك واسطة بده يعني انسى وسامحه عن كل هالوقت اللي تاركني فيه ملحوشة تحت رحمة جوز أمي. لا والله ما حذرته. معلش تخففي لي ذكائك الخارق هلأ وتخليني فهمك، وأنا واثق إنه بعد ما تعرفي الحقيقة رح يتغير كل هذا الموقف. ليكي يارا، القصة ببساطة، يا بدك تسمعي يا لا. وحياة عينك موقفي ما رح يتغير. أصلاً ليش حتى يتغير؟ الزلمة ما بيعني لي، فهي ببساطة إنه لا ما رح يتغير. دايما على القهوة أحمد. يارا هدي وبلا جنان، فهمي شو بدي أحكي وبعدين قرري اللي بدك إياه. خلص عدي كرمالي. بصراحة أبوكي ما كان مسافر، نحن كنا نكذب عليك كل هاي السنين، وهلا مو وقت أشرح لك ليش شبك ليش كان طلع فينا. عم بستناك لتخلص حكي، بدي روح. طيب خاله كل هاي الفترة كان بالسجن، وكلياتنا بنعرف إنه سجن ظلم بقضية تهريب. وشو كمان؟ قضى 20 سنة بالسجن، وكنت دائما أكثر حدا بيخطر على باله، وبكل زيارة ما كان يسأل غير عنك. وهي القصة بالذات أنا بشهد عليها وببصم، لأنه أنا دائما كنت زوره. أنت كنت تزوره؟ وما خبرتني؟ لك أنت هلأ جايبني لحتى تبرر لي سفره وبتخبرني إنه أبوكي مجرم ومهرب؟ أنا ماني عم برر لك، أنا عم خبرك، أساسا مو شغلتي إني برر لك، فلا تتولدني وتضوجي مثل الأولاد الصغار. بتطالعوني من قصة وبتفوتوني بقصة تانية. شي بتبرر لي إنه أبوكي مسافر وما حدا بيعرف وينه، وشي هو محبوس ومهرب؟ بالله فخامته شو مهرب؟ التهمة كانت تهريب حشيش. حشيش؟ حشيش يعني مخدرات. يعني أنا يا رب تاجر مخدرات محبوس وطالع من الحبس. عجل شكرا أحمد على هالحقيقة اللي جاي تخبرني إياها. أم أحمد قوم خلص خلينا نمشي، دايمي على القهوة. يارا يارا
يا رأى خليتينا نمشي قبل ما تعرفي شو بدي. قبل ما اعرف انت شو بدك انا بدي بدياك تقلي انه اليوم 1/4 وهيك زبد نيسان بقعد بكرهك من هون لبكره. والله العظيم بسامحك هي مسحه احمد صح؟ قلي انه مسحه. طولي بالك طولي بالك هي مو مسحه هي حقيقه. واللي بدي اياه منك انك تعدي معه ليفهمك اللي صار لانه انا مو مخول اني احكي. يا رأى اسمعيني اذا بتريدي وفهمي مني. ما بدي اسمع بعدين يحسن ما صرخ ولم اللي حصلت. خلص خلص هلا هيك صار الحكي بيناتنا؟ هو شلون المفروض يكون الحكي بيناتنا؟ بطل إلي لازم بحياتك ما هيك؟ شاهد هي القصة مو إنه أنت إليك لازمة أو لا، هي القصة إنه اثنين بيحبوا بعض وخلص عوفت يا عرب. لك أنت شو صاير لك آه؟ شبك؟ ليش هيك عم تحكي معي؟ شاهد بعرفك ذكية وبتفهمية على الطاير، شو اللي ما عم تفهمية علي أنا ما عم استوعب. طيب اشرح لي فهمني. لك مو على أساس أنا البنت اللي لقيتها بدك تكمل حياتك معها؟ شو اللي تغير هلأ؟ طلعت غلطان غلطان يا أمة الله. بدي تحسب كل عمري على هالغلطة؟ المصيبة إنه أنا وأنت من يوم يومنا منتخانق ومنرجع ومنتصالح بس إلا هالمرة في شي غلط صاير بالموضوع ما عم بفهمه شو هو طارق. يا عفو الله على المصيبة يا بنت الناس. انت حدا بيحب ينكوش المشاكل من تحت اظافيره نكوشه. انا ما عاد اقدر اتحمل نمط حياتك بالفتره اللي حضرتك قررتي انه نحن نبعد عن بعض. فكرت لقيت انه نحن مو ظابطين مع بعض. الكيمياء اللي بيناتنا مو ظابطه شاهد. انت واحد كذاب في وحده تانية بحياتك. اول شيء بتحترمي حالك وانت بتحكي معي وبتزيني الفاظك كثير منيحه. ايه لا يا سيدي ما بدي دير بالي على ألفاظي ولا بدي احترم حالي. طارق انت في وحدة تانية بحياتك ولا لا؟ في هذا الشغل ما بيمشي حاله معي. هيك ما بيمشي الحال بالشغل. بس البلد كله ماشي هيك حجي. لك ما بيهمني شو ماشي بالبلد، بيهمني على كيف بده يمشي شغلي. قضيت هذا العمر كله وصلت اللي انا وصلت له ما حد جاب معدل بحرف واحد. بدك بعد هذا العمر كله واحد مثلك يغلط هيك غلطه سخيفه وغبيه يجيبوا الناس كلها معدلي؟ ما ببلد الحكي فهمان. اسمع نوار، المعامله بترجع بتعمل مخططات من جديد وبتعيدها من اول وجديد فهمان. معناته ايه مو اسمي بالمعامله؟ الي راح يضل باسمك وغصبا عنك وما حدا بده يراجع فيه غيرك فهمان. هجي هي البنت اللي عم تدافع عنها اهانتني بنص مكتبها، مين فكر حالها؟ بالعكس تمام، هاي البنت بتعرف حجمها منيح بس انت الظاهر يلي ما عاد تعرفت حجمك. على كل حال بعدين بنحكي بهذا الموضوع. اي نوار افندي. ايوه حجي. بدي الموضوع يخلص، بدك تحطني بالتفاصيل اول باول، شو فهمت مني؟ حاضر حجي مثل ما بتريدوا. تيسر. السلام عليكم. سلام. شو يا حبيب امك؟ شو صار بالشاب يلي بعثت لك اياه؟ مشي حاله حجي، داوم بالمرض امبارح. لك ابني الله يرضى عليك. العيون مفتح علي والكل ناطرني على غلطة صغيرة من غلطاتك. ايمتى رح توعى؟ ايمتى رح توعى؟ خلصنا سمير، خلصنا بقى. شفت شلون؟ كل الكلام اللي قلت لي اياه طلع كذب، كل شي عيشتني فيه طلع وهم بوهم. شهد ركزي معي دقيقتين مشان ما نضل نحكي بالقصة العمر كله. تفضل. شهد أنا ما عم كذب عليك ورحمة أبي وأمي إني حبيتك من كل قلبي وما كذبت عليك بحرف، بس المشاكل اللي بيناتنا كبرت ما عاد أقدر أتحملها. الفترة الأخيرة صارت كلها نق وسق وحكي فاضي، توتر وضغوط وخناق وعياط. شهد أنا ما عاد أقدر أتحمل. ما نحن طول عمرنا هيك. مزبوط، بس هالمرة الموضوع اختلف. بالفترة اللي نحن بعدنا فيها عن بعض تعرفت على إنسان تاني، حسيت معه بشي اللي ما قدرت أحسه معك. عم تفهميني؟ طبق دماغي على دماغه، تحكي مثلي، تفكر مثلي، تفهمني وبفهمها. يا ريهام اسمعيني منيح، يا رب موقف كتير صعب وبحاجتك جنبه. احكي شو في رعبتني؟
هلا بعدين بقول لك، المهم حاولي توصلي لدقيلة وبس تلقطيها خبريني فورا. عم بستنى تليفونك. ها طيب يلا يلا هلا بحكي معه. انت وينك هلا؟ انا رح اجي لعندك على الجامعه، استنيني برا بس وانا على الطريق حاولي تدقيلة. ايه يلا ماشي باي. حاجة بقى، شو عم استنى؟ شو يلي ناطرني لقدام؟ كل حياتي وانا عايش فقر حرمان قهر، عايش حياتي من شان في الصبح اخذ رضا امي اجي لهون وارجع على شغلي وروح على بيتي اندفس مثل الدواب، في تاني يوم اعمل نفس الشغلات. ليش يا ربي؟ ليش في ناس عم بتموت كل يوم وهي مبسوطة بعيشتها وانا تاركني عايش؟ ليش؟ حتى يارا ما بدها تشوفني. ليش يارا بتريد؟ اكيد احمد حكى لها. قل له نضال خليه يعرف انه القصه مو سهله على البنت. انا بعرفها ليارا وبعرف كيف بتفكر. انت بس اعطيها شويه وقت وبعدين عود معها واستوعبها لانه عندها اسئله كثير. وصدقني كل شيء رح يتغير. في مجال بس تتخلص فتح فنجانك تفتح لي فنجاني؟ والله ما لك مصلحة لأنه شايف الحياة كلها سودة. صار مارق ساعة، احكي مع سمير. ايه صحيح ذكرتني بس ما بعرف إذا الرقم لساته عندي ولا لا. طارق بترجاك تفهمني، يمكن بالفترة الأخيرة انتزعت علاقتنا بسببي أنا وأنا ما بنكر هذا الشيء، بس يعني اللي كان بيناتنا بتوقع بيستاهل انك تقعد مع حالك شوي وتفكر مو هيك؟ شهد انا مفكر ومقرر. يعني شو؟ يعني انا جنبك وراح اوقف معك باللي بدك اياه وباللي بقدر عليه، بس نحن رفقات وبس. طارق انا ما بقدر كون هيك. انا يا بدي يكون كل شيء بحياتك يا ما بدي يكون. ما بقدر تكوني بحياتي كل شيء، انتبهي. ما بقدر، مو ما بدي. شو اللي بيمنعك؟ وحدة تانية لحست لك عقلك وخلتك ما تشوف غيرها. لا، وحدة تانية حبيتها، حسيت انه هي كل شيء بحياتي، حسيت اني انا خلقت لحتى اعيش معها وموت معها. اطلب لحساب وقوم خليني وصلك. شهد لا تزعلي مني، بدك اضحك عليكي بضحك عليكي وبقول لك اني بحبك، بس انا عملك الحقيقة. أنا متأكد إني ما راح أكون غير لهالبنت. عم شوفها وين ما رحت، وين ما التفتت. شهد وأنا قاعد معك عم بتذكرها. عم تفهميني؟ اطلب الحساب لو سمحت. شو صار؟ عم قلك دقيت لها قالت لي بالطريق راجع على البيت، بس أنا لهلأ ما عم بفهم لا منك ولا منها. شوفي شو صاير؟ شو بعرفني جنت؟ طبعا معها حق، يعني واحدة كانت مفكرة أبوها مسافر صار له 20 سنة، اجينا هلأ قلنا لها إنه كان بالحبس، بدها تجن. شو؟ ليش أبوها ما كان مسافر؟ لا هلأ كل هالسنين هي كان بالسجن؟ أحمد أنت عن جد عم تحكي ولا عم تمزح؟ هي عن جد عم بحكي. هي والله معها حق تحستر مو بس تجن. يا رورو والله بعرف إنه معها حق، شو أعمل أنا طيب؟ شو قلت؟ رورو إنه هلأ أنت على أساس عم تحاول تصالحني وكأنه ما في شيء. بتعرف والله العظيم لولا اللي صاير معي يارا ما كنت رديت عليك قد مالي متضايقه منك. هلا انت مو ملاحظه انه هذا مو وقته الحكي؟ لكن امتى وقته؟ خلص اذا بتريدي انا كثير متوتر. ايه وانا متوتره. طب خلص اسكتي. اسف. أمي شايفتك قاعدة. ليه ما بدي انزل اليوم بكير من الجامعة. شو صار الدوام هالايام على مرقكم؟
لا مو هيك، بس مو جاي على بالي انزل اليوم. اجي ليه؟ امي انا بدي احكي معك بموضوع. ايه ماما دقيقة جايتك، بس استني شوي علي. خير حبيبتي؟ شوفي خالك ما كان مسافر. شو هالحكي؟ وين كان لكان كل هالمدة؟ كان بالحبس. الحبس؟ لشو عامل؟ مرقة تهريبة من تحت ايده. بس مو هون المشكلة. المشكلة انه انا قلبي ناقصني، حاسة حياتي بدها تنقلب فوقاني تحتاني بطلعته من الحبس. لا عم تزوديها شوي انتي ماما، ليه لا تنقلب؟ انتي بتكوني مشتاقتي له كمان شوي ما؟ هلا مشان الله لا تتفزلكي علي، مشتيه شي مرة حاكيكي بموضوع وتجاوبيني جواب نافع. ماما موضوع شو؟ عم تقولي لي انه اخوكي طلع من الحبس، يعني لازم تكوني انتي هلا طايرة من الفرح. لحنا كل حياتنا بطلت طبيعية بسببه. ابوكي تجوز له مرته، وانتي واختك ما بتضحكوا بسببه. لا ماما انا وريهام موضوع تاني، بعدين ما بصير تحمليه مشاكل كل العيلة. لك انا ما عم حمله، ما عم حمله، بس ما عم بقدر انسى. طب انتي قلبك شو عم يقول لك؟ ماما 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 شوفي شبكي اختك فيها شي؟ لك شبكي يحكي؟ بابا وين؟ كمال مسلم وين؟ مات. وغير هيك كمال مات من زمان. بالنسبة لي بالنسبة لي أنا شو؟ مات عاش هرب مخدرات ولا بسجون ولا شو؟ ماما أنت جاي من عند عمتك كمال مهر؟ ما بطلع من السجون. اسألي عمتك، هي ترى رح اسأل عمتي ورح اسأل الدنيا كلياتها وين كان كمان يسلم كل هالسنين. ولك روحي اسألي ليلى، ليك قدامك اصلا ما حدا رح يعرف يجاوبك غيره. لما انا كنت اسأله كان يضل ساكت، لانه ضل ساكت وصلني لهون، لانه ضل ساكت دمرني كل حياتي. ليك قدامك روحي لعنده، روحي اسألي، روحي. والله مخنوق يا نضال، مخنوق. انت مش سألها قديش صعبة؟ وقت بنتي تسألني شو بدي لها؟ هلأ كل هالقصة من شان يارا؟ كرمال يارا وكرمالك وكرمال الناس كلها اللي ما صدقتني. أنا بس أوصل لشي صح رح لهم شرفه، هذا أنا. كمال نحن مصدقينك ما بدنا إثباتات. بس يعني ضل في ناس بتعرفني وما صدقوني. لأنه أساساً ما بدهم يصدقوك. وين؟ عندي شغلة فوق راسي كتير متأخر. طيب بكرة ها 10:45 بكون عندك. ماشي يلا سلام. مع السلامة. شو عامل؟ رد رد خلصنا. بلا لا تحكي لك كلمة. ايه امي فصلت الحمد لله. زعلتي مو؟ تعودت. الظاهر مكتوب علي اني كل ما اشوفك يضل صوتي واطي، ونضل خايفين انه حدا يشوفنا مثل الحرامية. يا الله معقولة طلعت خالك كمال تغير شي؟ والله ما بعرف، بس يعني أنا بصراحة بتفائل بخاله كثير. بركي بيقدر يساعدنا يا رب. إن شاء الله.
كمان ليش هيك عم تحكي؟ والله خوفتني. نحن ما صدقنا امتى رجعت لنا بالسلامة. بدك تدير بالك على صحتك. أنا ماني ناوي أخسرك مرة تانية. أحياناً بحس حالي ضعيف كتير، مالي قادر أعمل شيء. وأحياناً بحس حالي قوي، قادر أعمل كل شيء. أخي كلياتنا معك، بس شوي شوي. مساء الخير. أهلين أهلين. شو؟ صار شيء معيار؟ والله يا خالو صراحة ما قدرت أحكي معها منيح لأنه ريهام ما تركتنا ولا لحظة. مين ريهام؟ رفيقتها؟ ريهام أخت ليار. ريهام بنته لرؤوف من نهال. المهم ما تقبلت الخبر؟ خالو أنا ما قلت هيك. بدون ما تقول عيونك لحالها عم تحكي. معلش أنا فايت ارتاح بغرفتي شوي. خالو والله العظيم مو هيك صار يعني. بعدين وين رايح؟ معلش بدي ارتاح. الله يخليك. يعني قاعد كل الوقت مع الست ريهام ومسكر موبايلك كمان؟ ايه أمي كنت مع ريهام. بعدين هذا اللي همك هلا؟ لك مو على أساس رايح تحكي مع يارا وقاعدة أنا وخالك ناطرينك هيك طلعنا بلا طعمة؟ شفتها ليارا؟ ايه. شو ايه؟ فعلاً كنتوا ناطرين بلا طعمة. يعني خالك طلع معه حق؟ خبرتها؟ خبرتها وانهارت وصارت تعيط علي وتبكي. من الآخر رافضة تشوف أبوها. واللي منيح اللي طلعت معك كذبة ريهام ما بعرف شو كنت أحكي يعني. بريهام بدي احكي مع يارا ضروري. ايوه تكرم عيونك، بس تذكري انه انت اللي قلتي لي اتصل فيها مشان المره الجايه بس شوفيني عم حاكيها ما تحكي ولا كلمه. ها يا لطيف شو استغلالي؟ احكي معها بس هالمره بعدين لبقى تحكي. انا الاستغلالي. ايه احمد ماشي الحال؟ بلا شفتها وطمنت عليها. اتقنيني احكي مع حدا؟ ما بدي احكي لا معه ولا مع غيره. ما لا قدرانه تحكي ولا كلمه. لا 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 تاكل هم. هلا بس تروق بتحكي لي كل شيء. امك بدها تحكي مع يارا على موبايلي. حبيبي يارا نايمه هلا. خلص خلص بس تفي انا بحكي تحكي معك. ايه لا تاكل هم. طيب ماشي خلص أنا بطمنك. يلا باي. ما بدك تحكي؟ على راحتك روقي. شو ريها؟ والله ما حكيت غير كلمتين. ما بدي احكي مع حدا. امي شوفي شو صاير معها. عرفت انه ابوها ما كان مسافر وجن جنانه. هاي بعرفها. في شي غير هيك بتعرفيها؟ يعني انت كنتي مع احمد؟ هلا هذا هو المهم احمد وبنتك ما لها مهمه؟ عن جد انت بشو ونحن بشو؟
فسهرتي حبيبي وحياة عيونك. أنا بعتذر مشان الله ما تأخذيني شغلت عنك. خلص حجي مو مشكلة، بس أنت ليش مو وعده هلا؟ الله وكيلك ما وعدته، بس الاجتماع تركب هيك فورا على حالك يعني. ماشي أخي لعيونك ما تأخذيني يا حبيبي. أوكي يعني هلا شغلت 10 دقايق مخلصة. يلا أوكي حياتي. اوكي طبعا ماشي ماشي. حجي عم يقول مو صعبه، بيحسن يوصل كل شيء ويسلمك بنص مكتبك. شو باين تواصل منيح معه؟ ايه طبعا حجي، بس هو عم يقول شغله تودايه المصاري لبرا ما له علاقه فيها. انتوا بدكم توصلون معرفتكم. هو بيقبض بالبلد؟ لا حجي، هو بيستلم مصرياته برا وانت بتستلم اغراضك، يعني قبيض قبيض. مشان تفويتتهم على البلد من دبره مو مشكلة. يا عم تقلي إلي يا عجي، انت قده ودود وابوها كمان. صحتك. ماما صدقيني والله أنا مثلي مثلك، مالي ذنب اللي صار. ذنبكم كلياتكم إنكم خبيتوا علي. يا رب الله يوفقك، بكفي أنا أعصابي مو متحملها. كنت زعلانة منه كثير لأنه ما كان يسأل عني، هو ما كان يقدر يسأل عني. أنا هلا عرفت نسيته كل هالسنين. ما عم بفهم كيف صدقت، كيف صدقت انه ممكن ابي ينسى بنته. ماما انا كنت احلم فيه، كنت شوفه بمنامي، كنت خاف منه، كنت خوفتيني منه، خليتيني اكرهه. هلا شو يعني بعد كل هذا الحكي؟ أنا ما عاد بدي شيء، بدي إياكم تتركوني بحالي وبس.
مش غير